هي اقترحت علي اقتراح ودلتني على الدكتور وبس. يا ولمين بدهم يحطوا الانبوب؟ قولي لما عليك. شو بيعرفني؟ هلا بروح انا وياك على الدكتور وهو بقلنا. شوفي نظيرة، يعني خلص لحد هون وبس. بدي ولد، يعني بدي ولد انبوبي بلا انبوبي بدي ولد. كبري عقلك ولا تعملي مشكله بيني وبينك. هلا اذا بدي ولد بكون معه المشكله بيني وبينك. لك يا عمي انا ما قلت لك شيء. لك ما قلت لك شيء، قلتي لي بدي ولد. تعاونت معك، تعاونت. لما بتعاونت كل عسل اكلت، زلوعة زلعت، جرجير تجرجرت. جيب لي حليب جبت لك، جيب لي لوز جبت لك، كل شيء عملت لك. اما تركبي لي انبوب لا مستحيل. هلا اذا الانبوب بيجيب لنا ولد ليش لا؟ لا يعني لا هيك لك. ايه هيك. طيب يا شفيق بنشوف. شو هاد نظيره؟ انا عم تهدديني الي ولك؟ انا ما بتهدد. قوم قوم اقول لك شفيق، قوم قوم بلا دلع. لك قوم. شو حالي انا؟ صار لك شيء؟ شو بدي هيك؟ بدي ولد. وبالانبوب فرصة عمل مغرية في مدغشقر. كيفك مروق؟ جبت لك الشاي. ليش ما تطلع فيي هيك؟ هاي الولاد رجعناهن واعتذرنا لأماتي، وبقى غير راسي براسك. ايدي على راسك، ما كانوا كيسين وعاملين جو حلو بالبيت. شو بدك توصلي؟ ايلي يا الصبي عمك ياسين ايلي، بدك لك هالتطليعة محلى هلي؟ غيره. غيره. امبارح بالليل شفت بنام، كيف بدي اقول لك يعني اللهم صلي على النبي، طير ابيض على اخضر، في بدمه شلموني، وعليه هيك يعرف سيرقوني مثل التاج، وقف على كتفي اليمين هون، يعني خير، شوي الله نطقه، قام قال لي يا بنتي جايتكم رزقه، وهالرزقه هي جايتكم مع ولد لازم تجيبوه بسرعه. زدت الشلموني وطار. فقد انا من لبنان، لقيت الشلموني ما لقيت الطير. قلت لحالي يا بنت شو معناتها لبنان هذا؟ معناتها يا سيدي انه نحن لازم نجيب صبي بسرعه ونسميه توفيق عاسم بيك مشان الله يوفقه. وبعدين نمت. قام رجع الطير قال لي لا تاخره وشوفوا الدكتور تبع الانابيب بسرعه. رجعنا للانابيب. شوفي نصيره، انا ولد بالانابيب ما بجيب. خلصيني بقى. والطير؟ لك انا طير؟ رح تطيري لعالي؟ كل شيء اللي عقلك تقبرني انت وعقلك. هاي نحن رايقين ونحكي على هذا، منجيب لنا هلق ولد بالانبوب، واذا عجبنا منكتر الانابيب. نظيره جيرانك يلي زرعوا هالوسواس براسك يهتموا بحالهم بقى، يجيبوا ولاد بالانابيب بالاساطيل بالشلمونات بس يحلوا عنا. ما حد زرع لي وسواس براسي، انا حين بجيب ولاد هيك فقست يعني بالانبوب؟ لك مو شايف التعتير اللي معترينه؟ تعتري ولد معنا فوقها؟ شو دخلني انا؟ ما قلت لك فتير ورزقه. طير ورزقه لحتى الله يريد. يا شفيق يا حبيبي، يعني هالانابيب لولا الله سبحانه وتعالى ما هداهن علي لدكاتره، ما كانوا عملوها. لك عملوها للي عندهم مشكله، نحن ما عنا ولا مشكله. مو شرط. لك شو عرفك؟ هيك قال لي الطير. أشهد أن لا إله إلا الله. لك شو هالمنام هذا؟ ما شاء الله. وما قال لك الطير أنت الولد بده يشرف؟ أنت رح تولدي؟ أنت رح يبطل يعمل تحته؟ أنت رح يفوت على المدرسة؟ أنت رح يتخرج من الجامعة؟ أنت رح يخدم جيش؟ أنت رح يخطب؟ أنت رح يتجوز؟ أنت رح يخلف بالأنابيب هو الثاني؟ ولا شو رح يسمي ولاده؟ لا ليش الكذب؟ هالبناب ما جاب سيرة حدا غيرنا، حكى عننا وبس، وكتير كتير ركز على الدكتور تبع الأنابيب. أنا على دكتور الأنابيب ما بروح حتى لو بده يطلع مني بترول، فهمتي؟